اسمك رباعي باللغة العربية، موعد محاضرتك الأصلية، والرقم الجامعي، والعلامة إذا بتحب تحطها. طبعا علامة خاصة في من هاي بالمدرس، ويرجى إرسال الإجابات على الإيميل التالي اللي هو. زي ما حكينا عزيز الطالب، تستهدف الأسئلة التالية تقييم مستوى المهارات التي اكتسبتها من دراسة مساق إدارة الموارد البشرية. أرجو الإجابة عليها بوضوح وبشكل مختصر ومفيد، والاعتماد على مين؟ على الغير؟ على السرقة؟ على مين الاعتماد؟ على الذات، صح؟ ألو؟ طبعا معك دكتور. أيوة جاوب معي، تخلوش لحالي يعني. تشعروني لا معك. لا عندنا الحالة الأولى case study أو question number one. There is no standard format for writing job description. فش هناك نموذج معياري عالمي لكتابة بطاقة الوصف الوظيفي. However, most description contain 8 sections that cover. لكن في اتفاق إنه أي بطاقة وصف وظيفي لازم تتضمن 8 sections. If you use your study of a course, design a job description card for a human resources manager that includes these sections. بدي إياك تصمم لي بطاقة وصف وظيفي لمدير إدارة الموارد البشرية تراعي فيه الثمان عناصر الرئيسية. يعني بدك العناصر تضعها وتكتب عنها مشان نعتمدها كبطاقة وصف وظيفي لمدير إدارة موارد بشرية. هذا السؤال عليه 10 علامات. لكن إياك تلجأ للنت، بيظهر معي. أنا بدي أنت يعني لما تكتب أنت بأسلوبك الشخصي بحترمك وبقدرك في العلامة، ببين معي إنها ملطوشة ولا مش ملطوشة. ثاني شيء، إياكم والتجانس في الإجابات. برضو هذه كارثة بالنسبة لي. يعني إحنا بعرف إنه كان في بديش أسميه غش اللي بدكم إياه في الواجبات وفي الامتحانات، بعرف. لكن هون لا، ما في إمكانية للمراعاة. بدي كل طالب يكتب بأسلوبه بطريقة تختلف عن الطالب الآخر، وبيظهر معي إذا أنا ناقله نقل ولا أنا كاتبه بأسلوبه الشخصي. الترتيب إشي مهم. طبعاً بدها تكون الإجابة على صفحة خاصة فيها، ويفضل هون تحتها مباشرة. بتضع لي شيء العناصر وتكتب لي شوية فيما يتعلق في كل عنصر وراء الشمولية. في أي استفسار على هذا السؤال؟ ويمكن أن هذا السؤال بس أجيك منكم إشي عملي دكتور، ممكن تعيده؟ نعم بدي ممكن تعيده. احنا بفترض كطالب، احنا كان هدفنا من مساقنا شغلتين، اكسابكم معارف نوليدج وسألنا عنها بما فيها الكفاية وجبتوا علامات عالية على النوليدج. الهدف الثاني سكيلز، بدقيق شو المهارات اللي اكتسبتوها من هذا المساق، بدقيقها كيف بدقيقها بكيس استدي او سموها بي يعني اشي تطبيقي. بعد دراستك لهذا المساق صمم لي بطاقة وصف وظيفي لمدير إدارة الموارد البشرية تراعي فيه العناصر اللي احنا درسناها اللي هم الـ 8 section. بدي أمر تطبيقي. برجع وبكرر، حذاري من الاعتماد على الإنترنت، حذاري أن تكون الإجابات متشابهة ولو ب50% عن زميلك. كل طالب بدي يكتب بأسلوبه. وصلت الصورة؟ جاوبوا أهل. تمام دكتور. وصلت دكتور. يلا أنتقل دكتور. ممكن تفضلي. ممكن تكون فترة الواجب أطول، لأن يعني اليوم عندنا موارد وعندنا كمان على الثلاثة كمان امتحان وبكره عندنا امتحان. خلينا فعشان أكمل. يعني لا طيب خلينا أكمل دكتور. خلينا أكمل الله يخليكم. أنا أكمل بعدين نحكي في الموضوعات. طيب دكتور. أوكي نعم.
نعم نعم صباح الخير أول إشي. ثاني إشي في كتير طلاب بس عم بستنوك تفوتهم على الروم. هيني عمالي ما بدخل فيهم أنا إذا أنتم بتشوفوا واحد واحد، ما أنا هيني مش عارف شو في عندي مشكلة، لازم أدعي واحد واحد فيكم، ما بعرف شو أنا مشكلتي بالأمور الفنية سكر خفيف. ازاي دكتور بس عم بستنى عشان مش فاهمين إشي يعني، بلاش ترجع تعيد كمان مرة من أول الجيل. دكتور في ناس بدهم إياك تشوف الشات عشان نجاوب أسئلتهم. أشوف إيش؟ الشات على الزوم. والله إمتى بدي أشوف الشات وإمتى بدي أجاوب عليها؟ هنا أنا عمالي مش عارف شو. الله يعطيك ألف عافية. لازم أعمل دعوة لكل واحد. ليش ما بعرف؟ في خلل. أوكي. دكتور صور المحاضرة ونزلها لكم خلاص. أكيد أكيد راح أسجلها بس بدي أوضح. راح أسجلها وأبعث لكم إياها بس تروحوا علي. مو أنتوا كل واحد بده الإنش اللي بفكر مرة واحد. طيب أنا أنتقل للسؤال الثاني اللي يخليكم. أنتقل للسؤال الثاني. الله يخليكم بحكي. السؤال الثاني. لا إله إلا الله. السؤال التالي بيقول ما يلي: شركة بحاجة لمدير موارد بشري. نعم ينعم عليك يا رب. طيب سكرين هالمايك يا ستي الله يخليك، فرحانة يعني. شو اللي بدي اياه؟ شركة بحاجة لمدير موارد بشري، بدنا نطرح اعلان في صحيفة القدس بحيث انه يكون هذا الاعلان قادر على جذب اكبر عدد من المرشحين. واحنا حسب ما درسنا في المساق بينا انه الاعلان لازم يتوافر في شروط معينة. بدي اياك يا محترم في تصميمك للاعلان تراعي هذه الشروط، وبديش أخبي عليكم إحنا هذه الشروط أعطناها كلمة AIDA. صح يا دعاء؟ AIDA صح. شو هم يعني؟ Attention, Interest, Desire and Action. أنا لما بدي أقرأ الإعلان اللي أنت طارحه بدي إياه يجذبني مشان أتقدم لوظيفة عندكم إن شاء الله إذا بتقبلونا. وصلت الصورة؟ وصلت. أيوة بدي أصمم إعلان مشان أطرحه في صحيفة القدس عن حاجتي كشركة إلى إدارة موارد، إلى مدير موارد بشرية، أراعي في الشروط. سبق ذكرنا إحنا للأسف معظم الإعلانات المطروحة في الصحف من قبل شركاتنا لا ترغب بل تنفر. بدنا إشي يجذب إن شاء الله. أوكي وهذا عليه 10 علامات. دكتور؟ نعم. عربي ولا إنجليزي؟ طيب الأجوبة ذا سيم، ما عندي مشكلة، كما تشاءون كما تشاءون. دكتور؟ نعم. مش حاكي إشي قبل إنه أول إشي أنت طالبه في إشي في جريدة القدس صح؟ لأني هلأ دخلت. فدخلت جنة. تمام. أوكي بدنا نصمم إعلان مشان نطرحه في جريدة القدس. أوكي. إحنا كشركة بحاجة لمدير موارد بشرية، وسبق إحنا بحكي ناقشنا شيء الإرشادات اللي لازم نراعيها عند طرح الإعلان. بدي هذه الشروط تتضح لي من خلال الإعلان وتخلق عندي الرغبة. طبعاً والعلامة راح تقسم على كل شرط، هل شروط متوافرة بعطيك علامة. أوكي السؤال الثالث بتعلق في تقدير احتياجات المنظمة من الموارد البشرية، وهذا بتخص الشابتر 5 اللي هو Human Resource Planning and Recruiting. أنا كشركة لما بدي أحدد احتياجاتي في عندنا العديد من التولز الأدوات اللي بتتذكره حكينا من ضمنها عن الترند أناليسيز والريشيو إلى آخره. في سؤال رياضي كمي حول هذا الكلام. السؤال بيقول: أكمل المعطيات الناقصة في الجدول التالي
والمتعلقة بتقدير احتياجات المنظمة من الموارد البشرية للعام القادم، علما بأن عدد أيام الإجازات السنوية هو 115 يوم. أوكي، عندي هون حجم الإنتاج السنوي، عندي 10,000 وحدة أو جهاز أو طن بغض النظر. عندي عدد الساعات اللازمة لإنتاج الجهاز الواحد، اعتبروا أنه هذا جهاز كمبيوتر، كل جهاز بحاجة لاثنين ساعة عمل هندسي، اثنين يعني ساعتين يعني، وبحاجة لخمس ساعات عمل فني وعشر ساعات عمل غير فني وساعتين عمل إداري. ساعتين عمل إداري. أوكي، حجم القوى هي الشركة أصلاً قائمة فيها موظفين حاليين، فيها خمس مهندسين، فيها 20 عامل فني، في 30 عامل غير فني، وفي 10 إداريين. الأعمدة الأربعة المتبقية بدك أنت تعبيها، 1، 2، 3، 4. بدك تحسب لي عدد ساعات العمل السنوي من كل جزء، بدك تحسب الفرد كم ساعة بيعمل بالسنة، تحسب لي عدد الساعات الكلية للإنتاج من كل نوع، وتبين لي حجم القوى المطلوبة من خلال مقارنتها مع حجم القوى الحالية، بتضح لديك مقدار الفائض أو العجز. واعتقد إحنا هذا السؤال حلناه قبل يومين من الأحداث، قبل يومين من كورونا لما روحنا في آخر أسبوع، وعطينا يمكن حتى يعني درجة التشابه في الأرقام 90%. وهذا السؤال بفترض انه الجميع يكون قادر على حله. في مشكلة؟ تمام دكتور. دكتور ممكن اطلع عندي امتحان؟ اطلع ست على راحتك. اوكي، ننتقل للسؤال الاخير. دكتور هو امتى التسليم؟ خلينا نكمل هلا، الله يخليكم، مش كل واحد بده يدخل بده يعيد نفس الموال، خليني اكمل اللي عندي بعدين بدي احكي. ماشي ستي، احكي لي. ماشي 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 دكتور. كمل خذ راحتك. اوكي، عندنا السؤال او المهارة الرابعة، لقد تقدمت بطلب توظيف لوظيفة مدير موارد بشري، وبعد اجتيازك للاختبارات تم دعوتك إلى الانترفيو، مقابلة شخصية، وقد تم توجيه الأسئلة التالية لك، المطلوب الإجابة عليها بشكل سليم، مع العلم بأن قرار اختيارك للوظيفة يتوقف على اجتيازك للمقابلة. نحن ذكرنا اليوم الشركات بتعتمد بما نسبته 80% على المقابلة في عمليات الاختيار. شركة أعلنت بناء على الإعلان اللي انطرح، بناء على الإعلان اللي انطرح، تقدم مجموعة من المرشحين لإدارة موارد بشرية وإنت واحد منهم، وفي المقابلة انطرح عليك الأسئلة التالية، واللي هي كانت هذه موضوع آخر لقاء معكم على الزوم لما وضحناكم فيديو قصير حول الموضوع. إذا بتتذكر أول سؤال Tell me about yourself، ذكرت لكم أنا شو المقصود بهذا السؤال، كيف لازم تكون إجابتي على هذا السؤال مشان تعطي انطباع كويس عني لأعضاء اللجنة. بدي تكتب لي سطرين لو أنا سألتك هذا السؤال، Tell me about yourself. لازم نعرف شو المقصود بالسؤال، ولازم لأن إحنا عادة حكينا في إشي اسمه first impression، بنكون انطباع عنك سواء كان إيجابي ولا سلبي خلال الفترة الأولى من دخولك، فأنا معني أني أنا أعطي انطباع إيجابي عني. ماشي الحال؟ السؤال الثاني What are your greatest strength؟ حدثني أيها المرشح عن مواطن القوة لديك. في نفس الوقت عكسه تماما، What are your greatest weaknesses؟ شيء مواطن الضعف، الكمال لله، لكن بدك تكون فهلة وشاطر كيف تعبر عن مواطن الضعف، وما تعبر عنها وتشعر أعضاء اللجنة
إنها معيقات لاختيارك. حكيت عن هذا الموضوع أنا في المحاضرة، كيف لازم أكون أنا لبق في عملية إظهار مواطن الضعف. السؤال الرابع: What are you leaving or did you leave this position؟ سؤال كثير مهم. شو أسباب تركك لهذا المنصب أو لهذه الوظيفة؟ يعني مدير موارد بشرية أكيد إحنا رأينا إنه يكون في عنده خبرة. فسألنا في المقابلة: ليش تركت العمل أيها المحترم؟ كيف لازم تكون إجابتي أنا على هذا السؤال؟ أوكي. في عنا إشي اسمه the silent treatment أو requesting، سؤال الصمت، تذكروا لما حكيت عنه في المحاضرة. كيف لازم تكون ردة فعلك على هذا السؤال؟ هو بالسؤال، زي ما ذكرت إنه لما أعضاء اللجنة يطرحوا سؤال معين بدهم يحاولوا يشككوا قدرتك في أو ثقتك بنفسك في الإجابة، إنه بعد ما يسمعوا إجابتك بصوت نظراتهم عليك بدون أي كلام أكيد أنت لا راح تكون ردة فعلك إذا أنت لم تثق بإجاباتك راح تصير تحكي في كلام. أنا أقصد، أنا أعني، تتغير معالم وجهك. كيف لازم يكون ردة فعلك تجاه هذا السؤال؟ وصلت؟ تقولي نعم. وصلت. نعم. الحمد لله. فكرتكم نمتوا والله بس. الحمد لله صحيح. السؤال السادس: Where do you see yourself 5 years from now؟ وين بتحب تشوف نفسك بعد 5 سنوات من الآن؟ أسئلة دقيقة جداً، الإجابة عليها رح تحدد إن أختارك ولا ما أختارك كمدير موارد بشرية. لازم أكون إنسان أنا مقنع في عملية الإجابة. تفتيش كثير، تكتبش كثير، كل ما كتبت كل ما زادت أخطائك. حاول تفهم شو المقصود في السؤال، ليش طرحوه هذا السؤال؟ في مغزى منه وفي فخ منه، وأصلاً هو الهدف من السؤال فخ مشان أنت تقع فيه. Then why do you want to work at our company؟ ليش أنت حابب تعمل في شركتنا؟ بدي إجابة علمية على هذه 7 أسئلة، عليهم 7 علامات، فالمجموع الكلي 35 علامة. بالتالي فيش داعي لا تفتح كتابك لأنه فيش له علاقة في الكتاب. هذه أمور تطبيقية، نفترض أنك أنت تكون قادر على الإجابة عليها. إحنا رعناكم بما فيه الكفاية فيما سبق، هون فيش مجال. بدك تكون واعي فاهم كيف تجاوب. هذا اللي عندي، ما لدي إليكم، وأنتم ماذا لديكم لي؟ تفضلوا. بس خلينا أشكر المحترم اللي وضع الإشارة هاي، وكل هذا ينم عن الإثكس اللي أنت تربيت عليها، صح؟ أوكي. خليني أسمع. ألو. تفضل. آه دكتور، أنا عندي إشكال، في عندك كمان إشكال. تفضل. في عندك يا دكتور إنه في أشياء محاضرات راحت علي الزوم. مش ذنبي أنا، بدي أختصر. الله يخليك، أنا يعني ما بدي هلأ أنا أسمع حالة كل واحد مشان أحلها. ضايل معي أنا عزيزي بالضبط ربع ساعة. تمام، أنا بدي أرجع عليه عشان أعرف أحل هاي الأسئلة. يا رجل كل محاضراتي موجودة عندك، موجودة على اليوتيوب، ومعطيك الرابط عليها من خلال المودل. يعني أنا تغلبت معاكم غلبة بتسوى كل الدنيا. كل محاضرة كنت أعطيها كانت تأخذ مني 5 ساعات. ساعة تحضير وساعة إلقاء وساعة من أحمل وانقلها على اليوتيوب. يعني مواصلكم كل الأمور العلمية. وعتبي لومي كثير جدا على اللي كانوا مطنشينا وما يحضروا محاضراتنا. بديش أحكي كيف هذا الموضوع، حكيت بما فيه الكفاية. مع ذلك الظروف صعبة على الجميع، لكن إحنا المادة العلمية بين إيديك، عندك المودل مليان فيديوهات إلي ولا غيري، والمادة وعروض باوربوينت وأسئلة، كل شيء عندك كمادة، بس لحق ادرسها.
الله يعطيك العافية. الله يعافيك. اللي بحب يسأل يرفع إيده الله يخليكم. هو أنا نفسه دكتور. أنا مش نفس اللي قاعد نحكي. تفضل. دكتور يا ريت إحنا بكرة عنا امتحانين واليوم تاني لسه في تاني امتحانة في أباء امتحان في الكلية، يا ريت خلي بعد يوم الجمعة يعني طول المدة. يعني تخيل نغلبك هيك يعني والله احنا اسفين. افترض انه هذا الامتحان كان اليوم مع اللي قدمته ومكمل له، ومعظم المدرسين هيك عملوا اصلا يعني. معظم المدرسين صحيح دكتور، مو هو عندي بكره ثلاث امتحانات، انا ثلاث امتحانات بكل حالهم يا عزيزي. كلنا عندنا فاينل يعني افترضوا ان احنا هلا في الجامعه مش هيك امتحانات راح تكون. طيب دكتور ما هو أنا كرمال خواطركم بدي أجل كمان يوم بس للسبت الساعة 12 في الليل. حاضر ما عندي مشكلة. من منع عليك يا أبو الأحد دكتور؟ لا يعني يا ريت للأحد دكتور.